سفر والدتي لوحدها يعني في الطيارة. إذا كانت هناك ضرورة دعتها إلى ذلك ووصلتها أنت إلى المطار واستقبلها قوم في المطار الآخر لا بأس للضرورة. هي يعني زيارة بس يعني. وعيد. أظن أن الرفقة في الطائرة رفقة آمنة. نعم يعني يجوز أو لا يجوز. أقول للاحتياج، يجوز الاحتياج. السلام عليكم.